نروح للاجهزه الكهربائيه. مهندس حسن مبروك، رئيس شعبه الاجهزه المنزليه والكهربائيه باتحاد الصناعات. باشمهندس، ايه برضو اخبار سوق الاجهزه المنزليه والكهربائيه في السوق؟ برضو عندنا نفس القصه، بندخل المحل يقول لك لا والله ما فيش بيع، حتى لو انت حاجز حاجه يقول لك لا استنى في اعاده تسعير. مساء الخير يا استاذ لميس، وكل سنه وحضرتك والمشاهدين وانت طيبين وبخير. حضرتك انا بمثل الصناعه، حضرتك عارفه انا بمثل الصناعه. المصانع ما عندهاش اي زيادات في الفتره الاخيره، فتره التعويم الاخيره او ما يسمى بالتعويم او تقليل سعر الجنيه. احنا ما زودناش الاسعار لان احنا ما زلنا على الاسعار الاخيره اللي كان فيها زياده من فتره نتيجه الشحن ونتيجه نقص الخامات، كان في حدود ال 10%. احنا ما زودناش تاني، ولكن اذا اي حاجه زادت علينا في الخامات وسمعت في التكلفه فاحنا مضطرين نزود. موضوع التجار وان هم يشيلوا حاجه او يخزنوا حاجه، الصناعه مش مسؤوله عنها، دي مسؤوله عنها الغرف التجاريه مع الهيئات الرقابيه زي ما باحث تم. طيب خليك معايا بقى، نروح للغرف التجاريه. استاذ اشرف هلال، رئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه والادوات المنزليه بالغرف التجاريه، ماذا يحدث في السوق يا باشمهندس اشرف؟ بندخل يا اما الاسعار بتتغير حتى على المخزون اللي موجود، يا اما في اعاده تسعير واللي حاجز حاجه ما بيعرفش ياخدها. مساء الخير يا مدام منيسه، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا. مساء الخير يا حسن بيه. حضرتك كان فترة قبل الحرب كان في زيادة حصلت تتراوح ما بين 7.5 و10%. صحيح. ودي لعدة أسباب موجودة. اللي حصل بعد زيادة التعويم، بعد التعويم أو أنا ما بسموهش تعويم، هو تحريك. والفايدة، زيادة الفايدة والكلام ده، فوجئنا كنا طالبين بضايع من المصانع، المصانع وقفت عن التسليم وقالت في تسعير جديد هيتم. أنا تاجر. أنا حضرتك تاجر. فاتورة بتجيني من المصنع عليها سعر التكلفة بتاعي وسعر بيع للمستهلك. أنا ما أقدرش أخرج بره سعر المستهلك تماما إلا لما يجيني من المصانع التسعير الجديدة. بس أنا عايز في المعارض نفسها يا فندم، إحنا كنا بندخل المعارض وده جالنا شكاوى وإحنا شفناها بين زمايلنا، بندخل المعرض يقول لك لا مفيش بيع، مفيش، مش هنبيع، مستنيين إعادة التسعير. ما هو ده حصل. مفيش يا فندم، مفيش يا فندم، شكوى جات لنا شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة بتقول إن المحل الفلاني أو المعرض الفلاني امتنع عن البيع. ما يقدرش يمتنع، مفيش محل تجاري يقدر يمتنع عن البيع لأن عنده وراه التزامات كبيرة ضخمة لازم يسددها آخر اليوم. هيسددها منين حضرتك؟ لا يا فندم المعلومة دي غير صحيحة. طيب. تماما. أرجع تاني للمهندس حسن مبروك، المصانع، هل المصانع عملت إعادة تسعير يا أستاذ حسن؟ لغاية دلوقتي ما عملناش إعادة تسعير، وأنا بقول لحضرتك من فترة في مخزون عند التجار على السعر الأخير اللي كان حصلت فيه الزيادة الأخيرة اللي أشرف بيه بيقول عليها، اللي من 7.5 ل 10%، هو بيتكلم مظبوط. إحنا لسه ما زودناش أي حاجة لأن التكلفة لسه ما سمعتش معانا. المخزون موجود، المخزون موجود عند التجار من الأسعار اللي قبل دي. توقعاتك لرفع الأسعار هيكون قد إيه باشمهندس حسن؟ بص يا فندم، هل حضرتك تقدر تقولي لي الدولار رايح فين أو الأسعار الخامات رايحة فين؟ لا صعب طبعا. جدا تحديد ان انا اقول الزياده اللي جايه عامله ازاي. يعني اذا حصلت زياده في التكلفه احنا ده اللي بيزود بيزود السعر، ما حصلش زياده في التكلفه مش هنزود اسعار. استاذ اشرف، تتوقع انه يعني احنا دلوقتي بتقول لي ان اللي موجود في المعارض ده بيتباع بالسعر اللي هو بزياده 7 ل 10% مش بزياده الدولار؟ مظبوط يا فندم، لحد هذه اللحظة، لحد حين إشعار آخر، لكن في ملحوظة إن غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات كانت أصدرت منشور من حوالي 3-4 أيام بتقول إن الزيادة القادمة احتمال تصل إلى 15%. توقعاتنا احتمال تكون 15%، تصل إلى 15%. لكن في نقطة برضو عايز أقول لحضرتك عليها، الصناعة ما هي غصب عنها، دي مستلزمات إنتاج طبعا، مفهوم يعني أي زيادة، وبعدين في إضافة تانية، أي زيادة في الأسعار بتحصل بتضايق الصانع، بتضايق التاجر،
لان عرض البيع في الوقت ده بيقلل الشراء طبعا، بيقلل القوه الشرائيه والشراء، مفهوم، مشكله كبيره جدا، لكن مفهوم. شكرا استاذ اشرف هلال، شكرا مهندس حسن مبروك. احنا عرضنا حاله السوق سواء في الاجهزه الكهربائيه او في السيارات، وشكوى الناس من انه بيتم اعاده التسعير حتى على المخزون.